بعد ما صارت الهدنه لحد الان الخلق لسه ما مامنه يعني على الجيه، لانه البيوت مضروبه ويعني الخدمه ميته، الشوارع ما بينفاد فيها، دور كلها مهدمه، يعني شلون بدنا نجي على بيوتنا اذا البيت وصار على الارض؟ خدمه انعدمت، مي، كهرباء، امور معيشيه، ما حدا عم بيامن، يعني لحد الان ما حدا عم بيامن يرجع على بيته، لانه الوضع لحد الان ما هو سليم، يعني كلياتنا عايشين بقلق. طبعا هلا حاليا في ظل التهدئه اللي صارت حاليا عم نحاول نفتح الطرقات مشان العالم ترجع تشوف بيوتها وارزاقها وتفقد الممتلكات تبعتها. والله يهدهم مثل ما هدونا، وين منا نبرك وين منا نروح، الله يفضح لاسته. اسحب لك صورة. شيل لك صورة نظامي لك. يلا خلص ايه كويس. خلص قلتك على الحمام روح.